كارن، انت وينك من الصبح عم دور عليك؟ ولا بمكان. ليك كارن، لا بقى تفكر كتير. عم تسمعني ولا لا؟ ما تتعب حالك ابدا، انت نجمي المفضل، مو هيك اخي؟ اطلع فيني، تخطى القصة. شو عملت بحالك؟ وينو كاران لوترا؟ وينو اخي اللي بعرفه؟ ليك اطلع علي، انا كمان كنت معتمد على بريتا، كنت اعتمد عليها بكل كبيرة وصغيرة، كنت اخذ نصيحتها بكل قصة، اطلب منها تنقي لي تيابي، كنت اوثق فيها اكثر منك، هي كمان ضايقتني بتصرفاتها واذتني. بس شو ما ضلت تفكر بالقصة، تخطيتها، ما تركتها جواتي، هذا كل شيء. ما بيهمني مين بريتا، هي هلا ما بتعني لي. هي ما بتعني لي شيء هلا، فهمت علي ولا لا؟ خلص انساها كاران، انساها. خلص قلي مين بريتا، ما في شيء اسمه بريتا بالحياة. انت ممثل شاطر، من أول حديثك لهلأ صرت ذاكر اسمها شي 10 مرات. بريتا بريتا، ذكرت اسمها لأني كنت عم بحكي عنها. عن جد بريتا هي كانت خلص انسى انسى. ما فيك تذكر اسم بريتا إلا بكل احترام، أنت ما بتقدر ما تحترمها أبدا، وأنت عم تقول إنك نسيتها، أنت لساتك بتحترمها كتير. لهيك أخي لا تجي تقلي شو هو رأيك فيها، بظن إنه لازم تسجل كلامك وقت بدك تحكي عنها مشان تسمع وتعرف تماما شو عم بقصد. عن شو كنتوا عم تحكوا انتوا الاثنين؟ عم نحكي عن بريتا. زوجك ريشاب لساته بيحترمها لحد هاي اللحظة. ريشاب دائما هي عمل بريتا كتير منيح، بس للأسف هي ما طلعت قد الثقة تبعه. مو مشكلة ريشاب، أنا ما عندي مشكلة معك، لأنه أنا ما بنسى لما أنت وقفت معي وقت ما حدا صدقني ودعمتني كزوج. شكراً لك. أنا هلأ لازم روح المكتب. ريشاب، موبايلك. شكراً. وفي شي لو سمحت ارجع بكير، رح كون بانتظارك. شيرلين شو رأيك بلا هالحركات؟ ماشي ماشي خلاص اهدى. تعال معي لشوف، عندي شي مستعجل.